السلام عليكم سي امين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بزاف السيدات كيجيو عندنا المحل وكيسولونا على جفاف يكونوا عمليين وشي حاجه تكون مزيانه. مرحبا. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا على جفاف عملي كاين بصراحه بزاف ديال الموديلات، ما كاينش غير موديل واحد. حنا كننصحوا دائما بهاد الجفاف هادو اللي دايرين ضجه تبارك الله في الانترنت، جفاف فريغونا كما تشوفوا الكاليتي اللهم بارك. تينشف تيجمع الماء بواحد الطريقه سهله وبسيطه. السيدات اللي عندهم مشكل في الم الظهر والحوامل والناس اللي كبار في السن، هذا راه تبارك الله عملي، يعني اللي تقدر تجمع به الماء بسهوله. كتجي هنا كتغسلو كتجمع به الماء، كتجي هنايا كتغسلو وهنايا كتنشفو. هذا كيجي معاه جوج ديال لي روشونج وفيه ثمن زوين بمناسبه التخفيضات الاخيره اللي درنا في محل طوب اختي. شوفوا معايا لا كاليتي الله مبارك، شي حاجه اللي تبارك الله زوينه. الروبيني هنايا باش كنحلو وكيخرج لينا الماء بواحد السهوله، فيه الهزازه ديالو ها هي تحيد، والشكل ديالو عملي الله مبارك. واهم حاجه انه كيعاوننا في جميع الماء. الموديل الثاني اللي هو هذا الاثمنه، غنديروا معكم ان شاء الله اثمنه مناسبه استجابه للعديد من الزبناء ديالنا. كاين هذا الموديل فيه الرويد كما تشوفوا، الشكل ديالو حتى هو تبارك الله كبير وزوين، وتا هو عملي كيجمع الماء بواحد الطريقه اللي سهله وبسيطه. اهم حاجه والعصا ديالو كبيره باش كتجمع على وقفتك، يعني انت يا واقف كتجمع الماء، كتجي هنايا كتغسل هذاك الجفاف كما تشوفوا، يعني الطريقه سهله وبسيطه. كنجي نغسل هنا، كندير برودوي ديالي تيت جافيل اي حاجه، وهنا كنجي نشفو الطريقه ديالي سهله وبسيطه كما تشوفوا. الكاليتي زوينه اللهم بارك. اهم حاجه هي انه كيعاوننا في تنظيف الارضيات بواحد الطريقه اللي سهله وباقل مجهود. الثمن هذا راه كان 230، درنا ليه 180 درهم اللي بالرويد، اللي بالرويد 180 درهم ها هو، وبلا رويد ها هو 150 درهم فقط. 150 درهم ثمن جد مناسب بمناسبه التخفيضات الاخيره اللي كاينين دابا في المحل. موديلات اخرين ديال الجفاف ها هما، موديلات زوينين حتى هما اللهم بارك، كيوصلوا للاماكن الصعبه بواحد الطريقه سهله وبسيطه. كيجمع لينا الماء، كينظف لينا الارضيات، السقف، اي بلاصه عندي. وهنايا كنجي كنغسل الجفاف ديالي، يعني حتى هو سهل وبسيط. وهنايا كنشف، كيجي معاه لي روشونج ديالو. هذا موديل جديد اللهم بارك، الثمن ديالو غادي يبقى لكم غير 150 درهم فقط. هاد الكاليتي هاد الجوده، بغيتو الحجم الكبير راه كاين 180 درهم. وكاين صراحه بزاف الموديلات ديال الجفاف، ما كاينش غير واحد، كاين بزاف ديال الموديلات. كاين هاد الموديلات هادو اللي كينشفوا، هادو اللي كيجمعوا الماء حتى هما تبارك الله عمليين ها هما. كاين هاد السيل هذا كبير، حجم كبير كما تشوفوا، يعني حتى هما تبارك الله زوينين وعمليين. بالنسبه لهادو الصغار درنا ليهم 120 درهم، وهاد الكبار 150 درهم. هما راه كاينين متوفرين محل طوب ارتيكل. كاين صراحه عاوتاني بزاف ديال الموديلات اخرين غادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله في هذا الفيديو او في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. كما تشوفوا هذا كبير ما شاء الله، ساهل في الحساب ديالو، ساهل في الخدمه ديالو، ما يحتاجش. الثمن ديالو غيبقى لكم 120، حتى هو فيه لي روشونج ديالو. وكاين موديلات اخرين ديالو، كاين هذا كاين هذا، هادو كلهم جفاف عمليين، يعني جوابا على السؤال ديالك، هادو كلهم جفاف عملي، كيقضي لنا الغراض، كيوفر لنا الجهد، كيوفر لنا الوقت، كيوفر لنا بزاف ديال الجهد باش اننا كننظفوا الارضيات، كننظفوا الباركين، كننظفوا السقوفه، ننظفوا اي حاجه. واهم حاجه ما كنمسوش الجفاف بيدينا، اهم حاجه ما كنمسوش الجفاف بيدينا. توفرين الان محل طوب ارتيكل سوق القرعه تيقوم الليل، وان شاء الله نتلاقاو معكم في فيديو جاي منتجات جديده ان شاء الله اللي تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف.